أول حاجة غنقولها أن الهيئة اليوم موقرة أفحمتني، الهيئة اليوم أثلجت صدري، يعني بديت كنشوف الحق إن شاء الله غيتخد. باش أن الأسئلة ديال، لأن دابا دخلنا المناقشة وراه عندنا شهود غادي يهضروا وأنا إلى آخره، يعني الأسئلة اللي كانت توجه للشهود للمتهمون أسئلة ذكية جدا ورامية إلى إظهار الحقيقة. هذا لمستو في المداخلة ديال الهيئة الموقرة، بخلاف الدفاع ديال الطرف الآخر كان يستعمل الدهاء باش يفند شي حوايج اللي هما لصالح القضيه ولصالح الحقيقه. نعطيكم مثال، ملي السيد القاضي كيسول المتهم وسيد الدفاع كيحس على ان المتهم غادي يدير واحد الخطا كيبادر يلقفو، اذا ما تخليش المتهم الحريه فين يقول داك الشيء اللي غادي يقول، باش حنا نلمسوا التناقض ونلمسوا تضارب الاقوال باش تكون حجة وبرهان للهيئة وبه تكمل به تقدر تحكم إن شاء الله مع في النهاية. إذن الهيئة خدات الأقوال ديالي، الأقوال ديالي كانت صريحة وصادقة من النهار اللي مشات تهامي ليومنا هذا، ما كدبت حتى في شي حاجة. جاو الشهود حتى هما دلاو بالاقوال ديالهم اللي فيها مراوغات وفيها ان شاء الله غادي ندلو بهذا الشيء وغادي نبينوه وغادي نفندوه، فيها مراوغات وفيها الكذوب وفيها التضارب ديال الاقوال. يعني خلاصه القول ان اليوم عندك الشهود وعندك المتهمون راه تلفوا بهذه العباره. كان تضارب؟ تضارب في الاقوال خطيره، لا سيما متهمون، راه ما لان الاسئله كانت ذكيه جدا 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 من طرف الهيئه. حتى من الاستناد الدفاع ديالكم للاستناد بالمحاضر ديال الضابطه القضائيه لقاو كاين تناقض. نعم 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 كاين تناقض كبير، وانا كنعيا نشوف في هذه المساله هذه كنصيبها، والله ما تحل الا بالماده العلميه، والله ما يتحل هذا الملف الا باحضار الشهود والا بالخبره على الهواتف. حنا دابا الدفاع ما باغيش يحضر الشهود، باغي يكون جهوزيه الملف بسرعه، باغي نكفنوا ونغسلوا ونطويوا الملف، باغي نساليوا هاد القصه هذه بالشكل اللي بغاو هما. مادام حنا تاجلت الجلسه باحضار الشهود. نعم نعم ضروري احضار الشهود. الهيئه امتلكت هاد المساله هذه، ما يمكنش ما كانوا الشهود باش غادي نكملوا حنا نكملوا باش نبينوا الحقيقه. التاريخ تاجلت 19 دابا في هذا الشهر. نعم الحياه بالنسبه للحضور ديال الشهود ولا الشهاده ديالهم امام دار النيابه العامه، واش غتغير شي حاجه في مسار الملف على حسب ما شفتي انت؟ ما عندها ما تغير، لان ما عندها ما تغير، لان كاين ارتباك وكاين الشهود المصرحين بالمحضر عاد غنجيبهم، هذوك غادي يكملوا لنا الباهيه ان شاء الله. اللي معاهم ولات النعناع دابا الدفاع تيقول لك النعناع، علاش تقولوا النعناع؟ ايوا ما نقولوش النعناع، حنا خصنا ندليو النعناع، ما جبناش من راسنا، ما مشيناش الجوطيه وشينا النعناع. النعناع راه تقال في محضر في الفرقه الوطنيه، النعناع راه تقال تصرح به، حنا ما قلتناش قلنا النعناع ولا ذاك المحاضر جبناها من عند مول الزريعه، راه تصور شفناهم عند الفرقه الوطنيه، هادشي كله دار عند الفرقه الوطنيه. ولكن مع ذلك المحضر 98 الاصلي، التحقيقات او الابحاث اللي دارت في 2007 هي اللي كندوا بها وهي اللي خاصه تحضر، والشهود والخبره على الهواتف. خبره على الهواتف، اللي قال لك انا كنت هنا ولا ما كنتش هنا، حنا الخبره على الهواتف منين جبناها؟ جبناها من ذاك الجرد ديال الفرقه الوطنيه، ما جبناهاش من فراغ، حنا كنهضروا بالوراق، حنا كنهضروا بداك الشيء، حتى حاجه ما جبناها، خلينا من التعواد ديال قالوا لي ما قال. لا، دابا حنا ملي كنحتجوا باقاويل ديال الدراري ديال المتهمين وديال الشهود، كنحتجوا بالمحاضر ديال الفرقه الوطنيه، بالمحاضر ديال 2007. نهار الاول كذبتيو، قلتيو 6 ونص حطيتيوه، نهار الاول كذبتيو
لا يعني انكم ما غاديش تكذبوا مره واحده اخرى. اذا الكذبه الاولى راه كتشفع عليكم زعما انا تدينكم مدى بحياتي. انا عندي سؤال واحد خالشي الشهود واش غيغيروا من مسار القضيه؟ الشهود اللي كانوا اليوم؟ لا الشهود اللي نعم تغيير جذري. شتي الشهود الجاي ان شاء الله غادي يديروا غادي يديروا يعني ضجه في 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 القضيه ديال التهامي. دخل شي حياه فاش مشيتي لكندا واش مشي معاك الملف ديال هذاك اللي دويتو عليه اليوم اللي في كندا؟ توصلت به حيت انا كنت طالبه شي مسائل قلت لكم انا لا عقلتي وقلت لكم انا مشيت لكندا ودرت شي تحريات وعاد جاب الله التيتير دابا كل شيء بالوقت. بنت عم التهامي دابا الشهيد اللي تيقول لك لا انا ما هضرتش لا انا ما قلتش لا انا اسيدي اشدك تحل الامسيان د ولدي اعترف انك حليتي الامسيان هو نكر اعترف انك حليتي الامسيان اعترف انك صيفطتي ميساج لبنت عمته دوبي طون بورتاب طون اورديناتور. شنو هو حتى هو ديال الامسيان؟ هو تيقول حتى التصريحات ديالو تيقول لك انا الامسيان ديال تامي كان ديجا محلول عنده في البيسي ديالو لان تهامي كان حالو عنده ماشي سوقنا ما عندوش الحق يدخل له. انت عارف تهامي مختفي وعارف تهامي ميت وعارف كل شيء علاش تدخل له باش من حق تدخل له بحال اللي انا قال لي الدفاع ديالهم باش من حق ناخذ عضيه من الطب الشرعي وغادي زعما نتابع قضائيا وباش من حق الدرك الملكي ينفذ هاد التعليمات ديال 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 ديال, ديال, ديال الخبره وانا ما معلوماش باي حق يتبعوا هما ونتبع حتى انا لا جيت نتابع غنتابع العالم لان كل شيء خدش في الملف. نعم 440 القبر مشيتو وما بقيتوش لقيتوه ولا لقيتوه 440 مشينا مؤخرا عاوتاني للمقابر باقي غير داك التقبه داك الحفره ما كاين لا 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 شاهد داك حتى داك لو بتي شاهد اللي كانوا داروا راه ما كاينش اثاره. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.